مشاهدينا مكملين معكم وضيفتي بها الفقرة المهندسة ميراي شحادة صاحبة منتدى شاعر الكرة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي. أهلا وسهلا فيك معنا ميراي. أهلا وسهلا فيك إليت، شرف لألي كبير كون بهالنهار المجيد. هو نهار رسالة المعلم، ومبارح كان في رسالة المرأة، تربية النشأ والمجتمع. شرف كتير كبير إلي أن يكون اليوم ضيفتك اهلا وسهلا فيك بهالحوار. دائما معنا شكرا. بمريم تي في. انت بتعرفي مكانتك هون، دائما كلمتك هي يلي عن جد بتصيب الهدف مثل ما بيقولوا، يعني بتتوجهي للمعلم. بنحكي عن جد عن المعلم، عن المرأة، عن كل شيء. اليوم انت مشاركه بمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب. نعم خبرينا كيف الاجواء. نعم ما عم نشوف مثل ما عم نتابع بوسائل الاعلام انه في اقبال كثيف عكس السنين اللي قبل. نعم بنشوف في حضور في كتير منتديات، وفي حضور للمرأة، نساء كتار عندهم منتدى. المرأة دورها المهم جدا بتمكين المجتمع، بتمكين أفراد المجتمع، بإحياء يمكن الثقافة يلي بهالسنتين اللي مرقوا. حسينا انه ما بعرف بعده كتير عن اجواء الثقافه، يمكن لانه المدارس ما كانوا بصفوفهم الاولاد، صحيح. تاهوا بوسائل التواصل يلي ما بعرف شو بنقرا عليها وشو بنسمع عليها. للاسف للاسف بتنقهري. صحيح. نحن بالسنتين، سنتين ونص اللي مرقوا، طبعا جائحة كورونا يعني أصابت الكرة الأرضية نعم كلها سوا، نعم مش بس لبنان ومش بس بيروت، ولكن المصائب توالت. تضاعفت عنا أكثر. وفعلا انفجار المرفأ ببيروت خلف أضرار مش بس مادية جسيمة، أضرار اجتماعية كبيرة كتير. ونحن بعدنا اليوم يعني عم نلملم ذيول هالمصائب هيدي، وإضافة لها المصائب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية صحيح. اللي كانت متراكمة عبر آخر 5 6 سنين، ونحن اليوم عم نحصد ذيولها كمان. بيروت لها عطر خاص، لها رونق خاص، مش بس للبنانية، كلهم بيتهافتوا عليها، من البقاع، من الجنوب، من الشمال، من كل أقاصي لبنان، ولكن لها رونق خاص عربي. ما بننكر أنه اليوم المعرض بعد توقف 3 سنوات عن تحضيره، في عطش للناس تشوف كيف بده يمشي معرض بيروت صح للكتاب الدولي. صح في مشاركة عربية ولو إنها خجولي شوي، ولكن في مشاركة عربية. حلو. نحن دائما لازم نشوف النص المليان من الكباية، 100%. ما نشوف أبدا النص الفاضي. وفي مشاركة على مستوى منتديات ثقافية وعلى مستوى دور نشر، ولو إنه بعض الدور الكبار قاطعت المعرض لأسباب خاصة فيها أو أسباب خاصة بالماديات. وبنرجع لثمن الكتاب وثمن الورق والاشياء اللي كتير صارت غاليه مثل غيرها، نتيجه ظروف كتير عالميه واقليميه ووطنيه حتى كمان. كل هودي بمال، اما بالنسبه لألي شغف حضن الكتاب بين يدي، هيدا لا يضاهيه لا شغف. يضاهيه صح اي شغف صح واي احتضان لاي صح يعني قدام هم الورق. اللقاء مع الاخر، التثاقف، التثاقف، رساله التثاقف قبل الثقافه، يعني هالمد والجزر بين الاول والثاني، بين جناح مختلف وجناح مختلف اخر، بين دين ودين اخر، بين فلسفه وفلسفه اخرى. هيدا اذا بدك التنوع بالتفكير والتفكر هو اللي بيصنع وطن جديد متمكن. وهوني انا ما عم ضيف شيء، يعني كل اللي شوي عنده رؤيه واسعه بيقول نفس الكلام، وانا عم بردده فقط لغير، بس ما بيكفي نردده، لازم نشتغله نفعله. نفعله، ولازم نكون رسل ونذول او نذيل كل الصعوبات اللي ما بتسمح لنا ننفذ هالخطه هيدي. لانه مستحيل ينهض الوطن بلبنان او تنهض امي اذا بدك كامله الا ما يكون في وعي شامل. والوعي ما ببلش غير بالتثاقف،
بالقراءة الآخر، هكذا أقرأ. تدمر الأوطان صحيح ميراي. صحيح صحيح. ونحن اليوم ما آلت إليه يعني المجتمعات العربية إذا بدك، ولبنان بالذات، هو لأنه نحن انطوينا على ذاتنا، لازم ننفتح على الآخر وحتى على فكره المغير لإلنا، طبعاً. نقبله بالأشياء الإيجابية اللي عنده إياها، ما نرفضه له هو، نقبله هو ولكن نرفض فكره، ونتعامل مع بعضنا بفكر مش ب وبيروكي. اليوم وجود المرأة لافت جدا بمعرض الكتاب، في تواقيع كتب لنساء أديبات شاعرات صح. مفكرات، وأنا جدا مسرورة ومسرورة أكثر إنه مشاركتي الأولى في معرض بيروت الدولي كمنتدى شاعر الكورة الخضراء، عنا حضور لافت وقوي جدا، كل يوم عنا فوق الثلاث أربع تواقيع مع حفلات، مع أمسيات شعرية، أمسيات ثقافية. حبيت من خلال المنتدى اللي بيحمل اسم والدي الله يرحمه إنه نكمل بنفس النهج الفكري، ونقول نحن منفتحين على الآخر، جئنا من الكورة، من بلد الزيتون الأخضر، لنتمتع بخضرة بيروت وخضرة كتابة وأفكارها، وكل عمر بيروت أم الشرائع، يعني ما فينا ننكر ولازم تبقى تاريخها، بك. وستبقى وبإذن نعم الله وستعود نعم في أوج عطاءاتها بفضل ناس مفكرين. يعني حتى أنا صادفت كتاب أجانب كتير كانوا موجودين وإجوا وزاروا المعرض، وبرجع بقول لك مع إنه بعض المشاركات خجولة والمعرض هو بنص مساحته، لأنه جراء تدمير النص الثاني من نعم وراء انفجار المرفأ ببيروت، ولكن هيدي هي المقاومة الثقافية صح بالحق، وما لازم نيأس، لازم كل واحد عنده شيء ولو إنه صغير كتير، فلس الأرملة لازم يحطه بهالساحة اللي هي صغيرة شوي، مشان نكبر كلنا سوا، ما حدا بيقدر يكبر لوحده. يعني عملتي خطوة خطوة جبارة. أول شيء لمن طبعت مجموعة صحيح الأشعار لوالدك الله يرحمه، وهالخطوة الثانية إنه تنزل تشاركي بمعرض، وشاركتي أيضا بمعرض دبي. بمعرض دبي كانت كتبنا موجودة بدور نشر مختلفة وزعناها، نعم تعذر علي الحضور كمنتدى شاعر الكورة الخضراء لأسباب خاصة بعملي الآخر، بتعرفي أنا كمان نعم عندي شغلة وعندي نعم اهتمامات أخرى، ولكن كتبنا موجودة للقراء. اليوم منتدى شاعر الكورة الخضراء بظرف سنة ونص تقريبا صار عنده فوق 25 إصدار، لعمالقة، لفلاسفة، لأدباء معروفين جدا بلبنان وبالوطن العربي، لكتاب وشعراء كمان في بداية رحلتهم الأدبية. أنا عم بحامل نهج الوالد وهيدي الرسالة وماشي فيها، ويا رب يقدرنا إنه ننطلق على مساحة الوطن. منتدى شاعر الكرة الخضراء منه للكرة فقط، نعم وليس لمحافظة الشمال وكتابة، هو لكل لبنان ولكل حدا عنده رسالة فكرية حابب يجسدها بين أسطر بكتاب معين. بالتحديد عندكم بالمنتدى لما يجوا الأشخاص، كنت عم تقولي لي إنه في كتير كتب عم نقدمها مجانا، يعني نعم ما يخافوا الناس إنه إذا راحوا على المعرض هن بدهم يشتروا كتاب. بتعرفي كل الناس هلأ بيحسبوا صحيح بيحسبوا مثل ما بيقولوا أنا بلبنان على الليرة، يعني ما صحيح بقى في طبعا. ليرة أبدا، بس إنه خلال جولتي بالمعرض على بعض الصديقات والأصدقاء وبعض الدور اللي طبعا ما بتقدر تتحمل، غير انه ما بتقدر تتحمل تقدم الكتاب مجاني، في يتراوح سعر الكتب الصغيرة بين 50 ألف ومئة ألف. يعني هي المئة مقبولة ألف جدا. المئة نعم ألف صحيح هي ما لها قيمة بقى، ولكن صعب الحصول عليها. تعي نجيب 100 ألف اليوم، كيف بدي طلعها؟ ما أنا هيني إذا عندك أربع خمس أصدقاء كل يوم عم بيوقعوا كتابهم تحطي 400 500 ألف، لا، القوت اليومي إذا حدا عنده عائلة أكيد أولى أنك تشتريهم. نحن بدعي من هون، من هال يعني اليوم من لقائنا عبر مريم تي في لكل الأصدقاء والكل عم بيتابعونا إنه يزوروا منتدى شاعر الكورة الخضراء، عنا إصدارات جديدة لأصدقاء دكاترة، كتاب، أدباء، شاعرات وأديبات، وكل الكتب تقدم بالمجان دعما دعما للكلمة وللفكر وللكتاب. اليوم مثلا مبلش النهار عنا مع قراءات فلاح، بعده عنا كتابين لدكتور ياسين أيوبي،
قراءات فلاح لأستاذ يوسف تراد، كتابين ديوان وكتاب أدبي لدكتور ياسين الأيوبي، بعده في رواية للقاصة والكاتب لونا قصير، وبعده عشية عندنا لقاء مع كمان السيدة الأديبة ريما حلواني. كل يوم عندنا 4 5 نشاطات وكتابين مينيموم جداد. امبارح كان يوم المرأة العالمي، كرمنا رجل كرمنا الإعلامي والشاعر زاهي وهبي، لأنه شاعر المرأة. شاعر المرأة، يعني حبينا نعمل لفت شوي غير شكل، نعم أنه كرم نعم رجل بيوم المرأة العالمي. المرأة تكرم من ابنها، من زوجها، من صح صديقة، صح من أبوها، لأن هي تصنع المجتمع، هي تشارك بنسبة كبيرة كتير بصناعة المجتمع وبصناعة رجال هذا المجتمع. وكم نحن بحاجة لنساء رائدات لتصنع رجالات المستقبل. صح يعني صح 100%. خلينا نسمع الشعر يلي هو من كتابة والدك، يلي منتوجه فيه للمعلم اليوم بعيده. نعم، أنا اليوم ما رح أقرأ غير لعبد الله شحادي، قصيدة كتبها سنة 1956. رح أقرأ بعض الأبيات، نعم هي رسالة للمعلم. المعلم هو الرسول الذي يصنع نشء المجتمع، صح ولازم يكون ينحط على الرحاض. إذا صح منشوف بالبلاد الأوروبية، بألمانيا خصوصا، الأجر المرتفع هو الأجر للمعلم والمعلمات، نعم لأنه هن عم بيصبوا يصنعوا كل ثقافاتهم وكل معلوماتهم صح بصنع مجتمع جديد مبتكر، صح بيأمن استمرارية الحياة بالبلد اللي هو فيه. 100%. تحية لكل معلم، نعم تحية لكل معلمة. أنا أدعوهم إلى الصمود، لا بد أن أن ينجلي ينجلي هذا الليل. الظلام. يعني لا تسلني عن بنات الأدب، نسب الأقلام خير النسب، كتبوا أمجادهم عبقرة في ليالي جدهم والدئب، وسموا بالعقل في يقظتهم مثلما يسطع ضوء الكوكب، وتباروا في عطايا حبهم معطيات الروح فوق النسب، يزرعون الفكرة أنا نزل في شواطئ الأمل المعشوشب، وينادون بني الدنيا إلى وطن الحب الذي لم يغصب، ويغذون المنى زاهرة من ندى جودهم المنسكب. ان شاء الله يا رب مثل ما قلتي الله يقويهم. ومثل ما انا مثلك يعني بضم صوتي لصوتك وبقول لهم صمدوا، لابد لليل ان ينجلي، لانه نعم، هن الاساس. هن أهل العطاء، نعم هن أهل الجود، هن نعم أهل الفكر. وأنا اليوم أسأل دائما، تحملين جينات عبد الله شحادة؟ أتكتبين الشعر لأنك تأثرت بوالدك؟ أقول لهم لا، لأنه أنا خسرت والدي بكير وما عشت معه، تعرفت عليه ب استحملينا الجينات ب بكتاباته. نعم، ولكن بحب من هون وجه تحية لمعلمتي، معلمة الأدب العربي، اللي هي صنعت ما صنعت بي وما أنا عليه اليوم. هي ساهمت، دكتورة مها خير بيك، بوجه لها على طول، بوجه لها تحية. هي زرعت في حب اللغة العربية، حب الكتابة، حب الشعر، حب الآخر. المعلم هو رسول صلاة، هو كاهن وشيخ، هو فيلسوف، هو عالم بكل مجال من مجالاته اللي بيعلمها لتلميذه. تحية لكل معلم، لأنه هو عن جد هو حامل بندقية الحرف، ونازل يحارب فيها تيزرع الفكر ويزرع العلم والمعرفة بعقول تلامذته. شكرا لك ميري شحادة، صاحبة منتدى شاعر الكرة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي، لهاللقاء الشيق، لهالعطاء. انت دائما بعطاء متجدد. شكرا لكلامك الحلو عن المعلم، لكلامك الحلو عن المرأة. وانا بدعي الجميع انزلوا احضروا معرض الكتاب العربي الدولي بالبيال، انتم موجودين، نعم، واستمتعوا فعلا بقراءة الكتب، بسماع الراويين يلي عم يربوا كمان روايات،
وعيشوا ورجعوا لحظات حلوة يمكن فقدناها كتير هالسنتين بين الكتب وبين سماع الكلمات الجميلة. شكرا تمام. إليت لهالإضاءة الجميلة جدا، وأنا بضم صوتي لصوتك وبدعي كل الشباب والصبايا صح. ومحبي الكتب لزيارة جناح منتدى شاع الكرة الخضراء. بانتظاركم كتب وهدايا ولقاءات مع أكبر المفكرين بلبنان وأحلى الكتاب وأحلى الشعراء وندوات خاصة وتواقيع كتب في برنامج حافل عنا. وينتهي هذا البرنامج الأحد الساعة 8، يعني حتى الأحد الساعة من 7 ل 8 عنا توقيع كتاب جديد لحد ما يقفل المعرض أبوابه نهار الأحد القادم. كل شكرا لك، التوفيق ميراي، وإلى المزيد من العطاء في شكرا الدائمة. إليك، أهلا شكرا. وسهلا فيك. مشاهدينا بريك ومنكمل معكم.